تحت رعاية وكالة الفضاء المصرية تم تنظيم حدث الاحتفال بيوم القمر العالمي، حيث كان هناك عروض تقديمية ورئيسية لمناقشة الجهود العالمية نحو استكشاف القمر في المستقبل، بالإضافة إلى ورشة عمل للطلاب المهتمين باستكشاف القمر، وذلك بحضور كبار المتخصصين في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء. لا يزال الكثير من أسرار القمر لم يكشف عنها بعد، وبالتالي مصر شأنها شأن بقية الدول الفضائية، بتعمل في نفس الاتجاه، بتعمل على اكتشاف القمر، بتعمل على التعاون مع الدول الفضائية الكبرى اللي في ما يقوموا به من تجارب للعودة للقمر. يعني العودة للقمر معناها اكتشاف مزيد من الحقائق عن هذا الكوكب. ده هو معمول للتوعية، توعية الناس والشباب كلهم بالاستكشافات القمر والاستخدامات لهذه الاستكشافات في الأغراض السلمية، وده اللي قررته اليونسكو بإعلانه أنه هو بدل ما يبقى يوم قومي أمريكي أعلنوا في ديسمبر أنه هيبقى يوم عالمي ويحتفل بيه كل العالم في نفس الوقت، فكل العالم بيحتفل بيه في نفس اليوم زي ما احنا بنتكلم دلوقتي. ويعد الاحتفال بيوم القمر العالمي حدثا سنويا يقام لعامة الناس ليتم الاحتفال به في جميع أنحاء العالم، وهو فرصة جيدة لتثقيف الجمهور والترويج ورفع الوعي كل عام على المستوى الدولي ومعرفة أكثر عن الاستكشاف المستدام للقمر واستخدامه. احنا بنحاول نخلي يبقى في عندنا نشر اكتر عن اللي بيحصل في الفضاء في مصر، وبيكون عندنا ناس برضو بتنشر شغلهم بيشتغل على ايه والبحث بتاعهم بيشتغل على ايه، وبنحاول نخلي المصريين اكتر يكونوا عندهم يتحمسوا اكتر على اللي بيحصل في الفضاء. يعد الاحتفال بيوم القمر العالمي لتعزيز التعاون العالمي المتزايد بين المهتمين باستكشاف القمر من جميع انحاء العالم، فضلا عن تعزيز المشاركة لهذا الهدف لإعداد جيل قادر على المساهمة الفعالة في استكشاف القمر. محمد سعد، مساء دي أم سي.